بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. الكلمة سيف يفرق بين الحق والباطل، بين الغث والثمين. الكلمة مسؤولية لا يدركها البعض. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة. في البدء كانت الكلمة، مدام المهندس عدلي دخل لنا الدخلة ديت، يبقى قيمة الكلمة أعتقد لا شيء يعلو عليها. في بدء الخليقة كانت الكلمة، من هنا كانت قيمة الكلمة، كانت مسؤولية الكلمة، كانت أهمية الكلمة يا باشمهندس. بص، في مسرحية لا خلينا نتكلم بجد شوية ما تسخنش دلوقتي. في مسرحية السلطان الحائر لتوفيق الحكيم، شفت مشهد من 40 سنة. الفنان العظيم محمد الضفراوي كان عامل دور السلطان الحائر، وهو يتحدث عن الكلمة إلى أن يصل. صحيح. الحق كلمة، الله كلمة. يا من لا تدركون قيمة الكلمة ومسؤوليتكم اللي ربنا كرمنا واخترنا نقعد في مواجهة جماهير نكلمهم عبر شاشات عشان نقول لهم الكلمة، عشان نقول لهم الكلمة، الشيء الصح. هي سيف يفرق بين الغث والثمين، الحق والباطل. ولكن هذا السيف في إيد مين؟ في إيد المتلقي، الجمهور، الرأي العام، هو اللي هيعرف أين الغث. 15 واحد اللي بيتفرجوا عليه والثمين، 15 واحد اللي بيتفرجوا علينا، ربنا كرم قوي قوي، انهم 15 ارنب، الواحد بمليون. عندنا على الاقل 15 مليون مشاهد، ان لم يكن 150 مليون مشاهد، مش عايز ابالغ. وتذكر ان انت لما كنا في المغرب، الاخوه الاشقاء اللي جم قالوا لك، ده في واحد وصل قال انا اشتريت ريسيفر وتلفزيون مخصوص عشان ولادي ما يعطلونيش عن متابعه ملك وكتابه. ملك وكتابه. إذن هي دي المسؤولية، وهي دي قيمة الكلمة، وهو ده عهدنا معاكم دايما، خط لن نحيد عنه، أمانة واحترام ليكم بكل الوضوح لن نتخلى عنه، لكن في نفس الوقت بنفس وضوح الرسالة وبنفس وضوح المسؤولية وبنفس وضوح الأمانة، هناك وضوح في التصدي لكل ما هو غث، عشان يعرف أنه فعلا غث ولن يكون أبدا سمينا. حلقة مهمة فيها 5 عناوين: الحرية وخطوة العبور، الهرتلة وكلام أو رأي له قيمة، قمة الدوري تنتظر فارسها، ويبقى دائما الأهلي وإن طال السفر، وأخيرا انقسام ورحيل وتمرد، وإيه كمان؟ كلام كتير، لكن 5 عناوين مهمة، أتمنى إن حضراتكم تستمتعوا بما فيها من مضمون. وقبل الاستمتاع يكون بإذن الله تعالى الرسالة تتضح بشكل جيد، ثقتكم في ملك وكتابة تزداد، مسؤولياتكم تجاهنا ومسؤوليتنا تجاهكم تتعزز، لأنه دايما وأبدا الخط الثابت اللي احنا ظهرنا عليه منذ البداية، ملك وكتابة برنامج جاء ليصحح الكثير من المفاهيم المهنية. نختلف مع المكتوب ونحترم الكاتب، نختلف مع كل ما يقال ولسنا لنا علاقة بالقائل، ممكن نختلف مع قائل ثم نتفق معه، نشيد به ونمتدحه في كلامه، وممكن نعنفه، ممكن نهاجمه، ممكن ننتقده، ممكن نختلف معاه بعنف، لكن يظل دائما وأبدا خلافنا حول المحتوى. الرسالة قد يعيها البعض، قد يدركها البعض، وقد لا يفهمها البعض،